أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي حرص مملكة البحرين على الاستمرار في مبادرات تطوير أنظمة سوق العمل والعمالة، وبحرصها الدائم على استحداث وتحديث الأنظمة القائمة بما يسهم في تفعيلها بصورة الأمثل وتحقيق أهدافها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. أشار العبسي لدى استقبال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين السيدة مارغريت ناردي إلى الجهود الاستباقية التي بذلتها مملكة البحرين للتصدي للأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحا أن مملكة البحرين أطلقت فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة 6 أشهر في الفترة من مطلع أبريل وحتى نهاية العام الجاري، إلى جانب إيقاف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة. من جانبها أثنت القائم بأعمال السفير الأمريكي على الدور الريادي الذي تقوم به مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وحفظ حقوق الجميع دون تمييز لعرق أو جنس أو دين، مؤكدة أن ما قامت به البحرين خلال جائحة كورونا يعد نموذجا رياديا، كما أثنت على جهود التطوير والمراجعة الدورية التي تقوم بها المملكة لأنظمة سوق العمل.